تسعة. معلم 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 معلم. يا زلمة شباك لهيك وجهك تعبان؟ تعبان يا زلمة مع اني مقضيها نوم كل الوقت. نوم؟ ليش عم ضلك نايم؟ يا خي كل الوقت عم ضل نايم عم فتش على حلمي الضايع. هذا طب لك حلمي الضايع انت بلكي لازم تنام بعد الظهر. يا خي عم نام الصبح وعم نام بعد الظهر وعم نام بالليل عم نام كل الوقت، ما خليت طريقه للنوم ليرجع لي هالحلم عم يجي. طب ليك عم بتنام نوم عميق بلكي بتلاقي للحلم الضايع. يا خي شو نوم عميق؟ هذيك المره فكروني رحت فيها قد ما نايم، عم نام على الكرسي عم نام على الكنبايه عم فيق على الارض عم حالتي بالويل يعني ما عم يجيني هلا قد ما نام. انا بعرف تعرف هذا شكله راح لمحل ثاني. حلمي راح لوين بده يروح هذا؟ بتصور راح على أضغاص الأحلام. أضغاص الأحلام شو منطقة هاي؟ هي منطقة هي كتير كتير عميقة هيدي غاص كتير هذا. طب وشو معناتها شو أضغاص يعني؟ لك يعني هيدي صراحة كيف بدي أشرح لك يا لك؟ بتعرف لبن العصفور؟ إيه بعرف لبن العصفور. إيه أهون